هل من وجهة نظر حضرتك شايف أن الأزمة متعلقة بهذا المبلغ الكبير لتأمين نجل نتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا المسألة متعلقة أكتر بأنه مرجعش في هذا الظرف؟ هي المسألة مش متعلقة بالمبلغ الكبير، لأنه المبلغ ده مش هو خلاصة ما أنفق. المبلغ ده مجرد نفقات فردين أمن مصاحبين لابن رئيس الوزراء للطعام والسكن في الولايات المتحدة، وليس كل نفقته. ونفقة فرد أمن أمريكي بيدفع راتبه، لكن بيضاف إلى هذه النفقات نفقات أخرى اللي هي نفقات تغيير فردين الأمن دول اللي هم اثنين من جهاز الشباك، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، بيتغيروا كل 3 أسابيع، فبياخدوا تذاكر طيران رايح وتذاكر طيران جاي، ويحل محلهم آخرين بتذاكر طيران رايح وتذاكر طيران جاي كل 3 أسابيع. معايا؟ ده غير مرتباتهم اللي السارية في إسرائيل ومبالغ سفرهم اللي بالدولار، يعني دي مبالغ طائلة غير المبلغ اللي 250,000 دولار ده. فالمشكلة مش في المبلغ، المشكلة في وجود ابن رئيس الوزراء في إسرائيل في الفترة دي ولفترة طويلة. لكن ظهور المشكلة دلوقتي، لأن ابن رئيس الوزراء رجع لإسرائيل فعليا. معايا؟ ظهور المشكلة دلوقتي مش الهدف منها إنه كان بره ولا لأ، لكن الهدف منه إنه رغم عودته لم ينخرط في عمل في الجيش ولم يستدعى الجيش مثل آخرين، لكن راح تطوع لعمل في خدمة مدنية، خدمة إنقاذ مدنية، وخد صور وهو قاعد على التليفون بيرد على التليفونات، فالناس خصوصا جنود الجيش بيقولوا يعني ابن رئيس الوزراء قاعد يرد على التليفونات وأنا في الجبهة. هو دي المشكله الاساسيه. خد بالك، الكثير في اسرائيل بيحلله انه يصور ابن رئيس الوزراء على انه شخص هوائي او شخص يثير المشاكل، لكن هو الحقيقه غير كده، هو يعتبر وجه اخر لرئيس الوزراء نفسه. يعني ما لا يستطيع ان يقوله رئيس الوزراء في احاديثه او في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بيقوله ابنه نيابه عنه. يعني مثلا لما حصلت الازمه بتاعت 7 اكتوبر رئيس الوزراء ما اتكلمش، لكن ابنه كتب حاجه معناها انه اللي حصل 7 اكتوبر كان محاوله من رئيس اركان دعابه لانقلاب عسكري على رئيس الوزراء، بدليل انه لم يخبره بما حدث في 7 اكتوبر غير في وقت متاخر. معايا؟ فما لا يستطيع ان يقول رئيس الوزراء صراحه يقوله ابنه، لانه ابنه لن يحاسب عليه، انه رئيس الوزراء لما يقول حاجه زي كده سيحاسب عليها.